ازيكم عاملين ايه؟ وجايلكم فيديو جديد وتحدي تركيز جديد. شايفين الصورة اللي جنبي دي؟ شايفينها كويس جدا؟ طبعا انت شايف ان دي صورة بركان، صح كده؟ بس لو ركزت في الصورة لمدة 10 ثواني هتشوف حاجة مختلفة خالص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ها، ركزتوا في الصورة؟ طب خدتوا بالكم ان في لعيب عظيم قوي في الصورة دي؟ طب يلا يا جماعة، اللي ركز وخد باله يكتب اسم اللعيب في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتنتظروا تحدي التركيز الجاي. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.